مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصريه الامريكيه الدكتور صفي الدين حامد. اهلا بكم دكتور صفي. بدايه، صحيفه لوتونا السويسريه تذكر ان ترامب ربما لم يعد مؤهلا للحكم بسبب الفضائح والتسريبات، كيف يرى الشارع السياسي الامريكي مصير ترامب الان؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين في قناه الاثنين. وطبعا ترامب لا شك انه حاله استثنائيه في تاريخ امريكا. اعتقد فعلا انه فتره حكمه حاليا في ازمه حقيقيه وعلى كذا جبهه، اكثر من جبهه. انا طبعا يعني مع احترامي للصحيفه السويسريه، لكن لا اعتقد ان احنا يعني في حاجه الى ان احنا نستقي استنتاجات او تحليلات من صحيفة أوروبية أو سويسرية، لأن الصراع قائم هنا وواضح. لكن بعيدا عن رؤية الصحافة الأوروبية العالمية العربية بغض النظر، ولكن فعلا دونالد ترامب شخص متخبط بتصريحاته بتصرفاته بالسياسات المتبعة. يعني يمكن فعلا أن يقال عنه، حتى وإن كان رئيس صحيفة ولكنه أمر واقع يشاهد على الأرض، أن هذا الشخص شخص ربما غير جدير بهذا المنصب. ولا شك في رأي يعني ما بين، خد بالك أن هو نتائج الانتخابات اللي جاءت به يعني كانت تقريبا نصف بالنصف، بل بالعكس الأعداد الناخبين اللي ذهبوا إلى أعداد الأفراد الأمريكيين اللي صوتوا لخصمه اللي هي هيلاري كلينتون كان أكثر. لكن هذا هو النظام الامريكي، النظام الامريكي بالولايات وبال يعني المراكز الانتخابيه. لكن عموما هو رجل لا شك لغير، كان اساسا ليس رجل سياسه، كان رجل اعمال ومن قطاع الاعمال اللي يعتبر في امريكا اقل تقديرا واحتراما من الصناعات الاخرى، اللي هي صناعه العقار او يعني قطاع العقار. فهو لم يكن ناشطا في اي حزب قبل هذا، ولم يكن له خبره بالاداره، والنهارده بيناطح يعني على يعني يدل على عدم فهم للمنظومه الامريكيه. دكتور صفي، اذا سمحت لي، هناك حديث داخل الحزب الجمهوري بتحضير بديل لدونالد ترامب قبيل انتخابات نوفمبر القادم، هل من توضيحات لموقف الحزب الجمهوري حول مصير ترامب اذا كانت لديكم معلومات؟ والله انا لم اسمع عن هذه المعلومات، لكن انا اقول طبعا لا شك ان في ناس كثيره بيطمحوا ويكون على اولهم طبعا هو نائب الرئيس اللي هو بنس. ده طبعا هيكون اكثر الطامحين، والحقيقه ده هو اللي بيقدم اكبر عدد من الناخبين الموالين لترامب، لان هو من اليمين المتطرف المسيحي، فلذلك هو هيكون اكثر الناس اقترابا من المنافسه اذا يعني احتاج الامر. لكن عموما ترامب زي ما قلت بيناطح الاعلام وبيناطح المؤسسه القضائيه ممثله في وزاره العدل وهكذا. يعني بهذه النقطه، عندما توصف وزاره العدل الامريكيه بالعفن من قبل الرئيس الامريكي بعد التسريبات التي دعت الى عزله، كيف تجد أثر هذا الرأي من الرئيس الأمريكي وأثر هذه التسريبات على الرأي العام الأمريكي؟ الحقيقة هو بيفقد كل يوم جبهة أخرى، دولة يعني مش بس وزارة العدل وكل ما فيها من حقوقيين وقضاء وخلافه، لكن حتى القضاء الأمريكي على كل المستويات وحتى المحامين، لأن لا يليق برئيس انه يتكلم بهذه الصوره عن وزاره من وزاراته، خاصه وزاره اساسيه ومهمه بالذات في المنظومه الامريكيه اللي هي وزاره العدل، وهو من عين الوزير وكان وزير العدل سيشن اول من عينه في الوزاره. فالحقيقه ده تخبط يدل على ان الراجل حاليا الى حد كبير فقد الاتزان في القرارات، وطبعا ده لا يبشر بكثير من الخير على المستقبل السياسي له. طيب، صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن دونالد ترامب
يبدو وكأنه أسيرا لرغبات الملياردير اليهودي شيلدون إيدلسون. إلى أي مدى يمكن أن ينقذ اللوبي الصهيوني ترامب من مصيره المحتمل، وإلى أي مدى تصدق هذه الأخبار؟ يعني تصدقها أو عدم تصدقها يعني لا نستطيع بطريقة علمية أن احنا نرد عليها، لكن نقدر نقول من كل المؤشرات أو كل الخلفية اللي احنا رأيناها، طبعا هذا الملياردير له يعني قدم ثابتة جدا في البيت الأبيض، وفي تقديم أو يعني مساعدة ترامب للوصول، وله هذه طبعا يعني الاهتمام الكافي، بحيث ان هو نفذ رغم انف الجميع، رغم انف العالم الحقيقه، تحويل العاصمه او يعني الاعتراف بالقدس كعاصمه لاسرائيل، لا يدل طبعا ان في نفوذ صهيوني كبير عند هذا الرجل، وممثل طبعا في هذا الدكتور صفي الدين حامد من واشنطن، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.